السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة بلا حدود. فيديو النهاردة عن فكرة جديدة أول مرة أجربها، إن شاء الله هتكون مفيدة ليكم. الشاشة دي كان فيها مشكلة خاصة بالصورة، كانت قطعة صورة خالص مظلمة، برغم إن الليدات كانت شغالة اللي هي الباك لايت كانت شغالة، لكن مش جايبة صورة خالص. هنتابع مع بعض دلوقتي، أنا هوري لحضراتكم العطل قبل التصليح. أنا مقلل الإضاءة بس عشان خاطر تكون الصورة واضحة لحضراتكم، بخبط على الشاشة برفق يعني عشان خاطر ما يحصلش فيها مشكلة. واضح ان الليدات شغاله اهي، لكن الشاشه مش جايبه صوره خالص. انا بوضح لحضراتكم المشكله قبل التصليح. هنفتح مع بعض دلوقتي الشاشه ان شاء الله، ونحدد المشكله بتاعتها ايه ونصلحها مع بعض. انا هسجل الصوت ده بعد ما خلصت التصوير. يا ريت لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه اضغط لايك على الفيديو كدعم للقناه، لو مش مشترك في القناه اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد باذن الله. ده شكل التلفزيون بعد ما فتحته. دي اللوحة الرئيسية بتاعته، وهي بوردة 3 في 1 مجمعة كل حاجة، ودي المسطرة بتاعة الشاشة. فتحت الشاشة بعد ما وصلت في الكهرباء، زي ما حضراتكم شايفين الليدات منورة شغالة تمام، بس ما فيش صورة زي ما حضراتكم شفت في اول الفيديو. هنبتدي نقيس تدريجيا كده على الفولت اللي داخل المسطرة بتاعة الشاشة. ده الفولت الرئيسي اللي هو بيبقى عليه 12 فولت، ده بيكون مدخل على الاي سي اسمه اي سي دي سي دي سي. الاي سي ده مخصص لتنظيم البعد اللي داخل للشاشه. هنقيس من بعد الاي سي. انا فضلت طبعا اقيس، يعني انا مختصر الفيديو شويه، انا فضلت اقيس في البعد اللي خارجه من اي سي دي سي. المشكله هنا متعلقه بالسوفت وير، يعني بعد ما انا فحصت الشاشه اكتشفت ان السوفت وير هو اللي معطل الشاشه نفسها. اكتشفت ان الاي سي نفسه فيه خطين فاصلين من الخارج بتاعه. الاي سي يعتبر مش تالف، لكن الاي سي في وضع ستاند باي. المجموعه اللي حضراتكم شايفينها دي كلها خاصه بالاي سي دي سي دي سي، تنظيم الجهد بتاع الشاشه. طب هنحل المشكله دي ازاي؟ مثلا لو انا ما عنديش السوفت وير، او عندي السوفت وير وما عنديش مبرمجه اعمل بيها السوفت وير. طب الحل دلوقتي هنستخدم اللوحه دي. دي لوحه اسمها دي سي دي سي، كل فكرتها ان هي بتاخد فولت 12 فولت بتخرج اكتر من فولت نقدر نستخدمه في المشكله اللي احنا عايزين نحلها. الفكره كلها ان انا هستخدمها بديل للجزء الاصلي بتاع الشاشه بشكل مؤقت، بحيث ان انا اصلح السوفت وير زي ما حضراتكم هتتابعوا معايا في الفيديو، وبعدين ارجع اشيلها تاني وخلاص يبقى كده العطل اتصلح. اللوحه دي مكونه من 7 اطراف، طرفين منهم دخول 12 فولت اللي هم الاسمر والاحمر، و5 اطراف خارج بجهود مختلفه تقدر تتحكم فيهم من المقاومات المتغيره زي ما واضح في الصوره بالالوان. لكل طرف مقاومه متغيره خاصه بيه. هنبتدي نثبتها كده بشكل مؤقت باي شريط لاصق او دبل فيس اللي متوفر عندك، مش هتفرق. ده اطراف الدخول 12 فولت، هنوصلها على الفيوز، وممكن توصلها على ادابتر خارجي مش هتفرق. كده احنا وصلنا الدخول. بالنسبة للأطراف الخارج، أنا كنت موصل أطراف زيادة في تجربة سابقة، أشيل دلوقتي الأطراف الزيادة عشان ما يحصلش لخبطة وأنا بوصل. وصلت الشاشة في الكهرباء، والليدات نورت زي ما حضراتكم شايفين. كده اتفضل معانا 3 أطراف هنوصلهم، بس في الأول يعني قبل ما نوصلهم هنقيس بالأفوميتر. هنقيس بالأفوميتر عشان نتأكد من الفولت المطلوب. هنبتدي نقيس الأطراف. أول واحد هو الطرف الأرضي، الطرف التاني اللي هو الفي جي اتش، بتقدر اللي انت تتحكم فيهم من البتشوميتر اللي هي المقاومات المتغيرة الصغيرة دي، بتظبط الفولت على الجهد اللي انت محتاجه المطلوب. الطرف التالت اللي هو اي في دي دي، ويستحسن توصيل اسلاك ملونة لتسهيل التوصيل. دلوقتي رجعت فصلت الشاشة تاني قبل توصيل الاسلاك، ودي نقطة مهمة لتجنب اي تلامس بالغلط وانت شغال. بوصل دلوقتي الطرف في جي اتش، والطرف التاني اللي هو الار جي اللي هو رمزه جي ان دي، والتالت زي ما قلنا اي في دي دي. بعد ما انتهينا من التوصيل نبدا مرحله التجربه. لازم قبل التجربه نقيس كل مرحله للتاكد من ان احنا شغالين صح، عشان خاطر ما تحصلش مننا اخطاء ونعمل عطل كبير. هنوصل طرف الافوميتر في الار جي، هنبتدي نقيس بالطرف التاني على الفي جي اتش 17 فولت كده تمام، وهنقيس الطرف التاني اللي هو اي في دي دي 8.5 فولت كده تمام برضو. كده اتأكدنا ان شغلنا مظبوط.
هنرفع الشاشة عشان نتأكد إذا إنها جابت صورة ولا لسه. أنا فعلا ما كنتش أعرف إذا كانت اشتغلت ولا لأ، هل فيها مشكلة تانية ولا لأ، كل ده لسه معرفوش فعلا. وأنا بجرب قدام حضراتكم كنت لسه معرفش. زي ما حضراتكم شايفين هي الشاشة جابت صورة تمام، معنى كده إن أنا ماشي صح، ماشي الخطوات بتاعتي مظبوط. هل هو كده الجهاز اتصلح؟ اه الجهاز اتصلح، بس انا مش هنتهي عن المرحله دي. طب ومعايا المرحله التانيه اللي انا اصلح بيها اصلا السوفت وير بالطريقه والفكره الجديده اللي انا اقصدها في الفيديو ده. زي ما حضراتكم شايفين انا فتحت الشاشه دلوقتي، فتحت القايمه الرئيسيه واجيب السيرفيس مود، فتحت السيرفيس مود لكل جهاز سيرفيس مود خاص بيه ورقم خاص بيه. تبحث على جوجل هتعرف السيرفيس بوك بتاع الشاشه بتاعتك. انا دخلت هنا على الشاشه، دخلت عملت التصحيح للسوفت وير، تمام، عملت التصحيح ده زي ما حضرتك هتشوفه دلوقتي، واخترت الاختيار ان انا اعمل تصحيح في الكامل زي استعاده ضبط مصنع كده. كده الجهاز فصل ويفتح تاني. انا المرحله دي مصورها يعني بعد ما جربت، عشان يعني مش عايز اجرب لكم حاجه واقول لكم على معلومه انا مثلا ما جربتهاش، فانا بعد ما جربت ونجحت معايا الفكره فبصورها تاني عشان اوريها لكم يمكن تفيدكم. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز عمل ريستارت وفتح كده، انا صلحت السوفت وير. ارجع اشيل واعيد كل شيء لاصله، واشيل الجزء اللي انا ركبته بتاع الخارجي بتاع الدي سي دي سي، شيل الاطراف كده تدريجيا واحده واحده. المهم تكون حريص وانت شغال في كل حاجه، يعني جمد قلبك وخليك حريص. بعد ما بشيل الاطراف دي مهم جدا ان انا اتاكد ان اللحامات بتاعتي والمكان اللحامات سليم، يعني مش متلامس ببعضه. وبعد ما اتاكد من الكلام ده ابتدي انضف، يعني بجيب اسبري اقاي وقطعه قطنه ومنديل وبرش عليها اسبري وبمسح كده مكان اللحام عشان اتاكد ان كل حاجه سليمه ما فيهاش مشكله وما فيش تلامس، وفي نفس الوقت ايه انضف مكان شغلي، بحيث ان انا اصلا ما كنتش محتاج اعمل يعني لحامات عشان اصلح القطل ده، كنت ممكن اصلحه بالسوفت وير على جهاز الكمبيوتر والمبرمج عادي. لكن انا بوصل لك فكره جديده اول مره اجربها حبيت اللي انا شاركها معاك. والله نفعتك نفعتك ما نفعتكش انا ما ضرتكش، في الاخر انا قلت لك على معلومه عن تجربه شخصيه. بعد ما شلت اللوحه وصلت الكهرباء وابتدي اقيس تاني عشان اتاكد ان الجهود اللي كانت مفقوده رجعت تاني بشكل سليم، وان فعلا كان المشكله في السوفت وير. وابتدي اقيس على الاماكن اللي انا كنت اصلا موصل عليها، ده كان مفقود 8.5 فولت. والتاني ده 17 فولت. كده انا ماشي صح بالقياس والطريقه العلميه، يعني يعتبر انا كده ماشي صح الحمد لله مفيش اي مشكله. يا ريت لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه اضغط لايك على الفيديو كدعم للقناه، لو مش مشترك في القناه اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد باذن الله. وكده انا ابقى انتهيت من الفكره بتاعتي ووصلتها لك، اتمنى تكون مفيده ليك. وزي ما حضراتكم شايفين الشاشه اهي بعد ما صلحت السوفت وير بدون تغييره بدون برمجه ولا اي حاجه، الفكره كلها ان اي سي اللي بيشغل بيوصل جهود الفولت للشاشه البانل الزجاج كان الفولت ستاند باي، انا كده فعلته ان هو يخرج امر تشغيل للشاشه، دي الفكره كلها. اتمنى بجد يكون الفيديو مفيد ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.